سوق العمل ما تهتمش بشنو عندك من معارف، وانما تهتم بشنو تقدر تنتج بها. اذا اختيار مهنه المستقبل خصو يكون مبني على هذا الاساس. لهذا تلقنوا في المؤسسه السمع البصري والفنون الرقميه. بالاضافه الى انها وسائل تعبير وتغيير، فمهن هذه الميادين ممتعه ومربحه في نفس الوقت، لان انتاجاتها تتعرف اقبال شديد بمنافسه شبه منعدمه، وكذلك لان اي قطاع ما يمكنش يشتغل الا باللجوء لاصحاب هذه المهن. هذه المشاهد مثلا جزء من اعمالنا التطبيقيه في المؤسسه، الشيء التي تأهل التخصص في ميدان السينما وصناعه الافلام على الاصعده المعرفيه التقنيه والفنيه. قررنا في التصميم والتحريك ثلاثي الأبعاد جد متطور ومواكب لسوق العمل على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى الصحافة والإعلام، بالبرمجة وتصميم الألعاب والمواقع الإلكترونية مع دعم في اللغات الأجنبية. هادشي كله بمنهج أكاديمي ومحصن بدبلوم معتمد من طرف الدولة. Thank you.